تحياتي متابعي روزانا. صرنا بنهاية عام 2021 والأهالي عم يستعدوا لاستقبال عام 2022. رح نعمل جولة بشوارع مدينة إدلب لنستطلع آراء الأهالي ونشوف توقعاتهم للعام الجديد. تابعونا. إن شاء الله متفائلين خير بالعام 22 لأن وصلنا لذروي الأساوي بالعام يعني الأعوام الراحلة. أما 22 إن شاء الله سنة خير. أنا متفائل خير بإذن الله. وإن شاء الله بده يصير تركي تحت 700. هلا الأمور إذا ظلت على حالها إن شاء الله والأمور تمت كويسة بال 2022 واحد بيتجوز بيتأهل. أما ما 2022 ما الوضع لقدام صار كويس ما خرج واحد يتجوز. اقتصاديا السنة اللي عم تمضى عم تجي أحسن من اللي عم تجي كمعيشيا بسبب الغلاء وقلة شغل بطالة. هلا سياسيا ما حدا بيحذر عليه لاني ما بتوقع حدا بالمحرر يحذر على الوضع سياسيا. يا اخي كل ما توقعنا الامور بدها تتحسن ومن احسن احسن ما بيمشي الحال في هالبلد طاويه. عيشونا اول ازمه اقتصاد بالسوري رجع عيشونا ازمه اقتصاد التركي. والله يكون بعون البشر وبس. توقعاتي انه يزيد الغلاء، يزيد السرقه، تزيد المجاعه في البلد. تصير الخبز بعشر ليرات بدل 5 ليرات، هذا التوقعات. جرة الغاز تصير بكرة بخمسمية ليرة. هذا التوقع إنه الفقر يا لطيف أصاب هالبلد. أجارات غلا كله سرقة إيش بدك عم يصير؟ إن شاء الله هيك أتحسن هالخبز، تحسن هالغذائيات، تحسن البلد، تحسن كل شيء. يعني نحن متوقع لأحسن إن شاء الله. على الله من إيش بدي له؟ على الله. بالنسبة لجبل زاوية روسيا بتهدد إنه تأخذوا كذا. وفي بشاير بتقول لا بدي يستقر الوضع على حاله. مستمرين بجولتنا بشوارع مدينة إدلب وعم نستطلع آراء السوريين عن توقعاتهم للعام الجديد 2022. والله إن شاء الله بتكون أحسن من اللي راحي بكل شيء. تتوقع أن تكون أحسن؟ والله بعون الله كل سنة بنتفائل في اللي جاي أحسن من اللي رايحة. بقى إن شاء الله بتكون خير على الأمة، إن شاء الله بتطلع العباد ترجع بيوتها. يعني هيك شوي بس إن هيك تفرج العباد تنحل معهم هيك شوي لصالح الشعب بس. تتوقع يصير مثلا عودي للنازحين لمناطقهم؟ هي اهم شيء ممكن تصير برايك؟ هلا طول ما الك رب كريم ما تزعل لابد منه. يعني انا بظن الامور السياسيه اللي بسوريا راح تتحلحل والاطراف المتنازعه على الارض السوريه اجلت كل حلولها من 2021 لل 2022. واهم شيء نحن بهمنا المساله الاقتصاديه، استقرار الليرة التركية. بما انه نحن عم نتداول الليرة التركية هون بهمنا انه تستقر عشان نحسن نقضي حاجاتنا ونحسن يعني نعيش في الاخير نعيش بس.